يا مساء الخير، تابعونا حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. اليوم إن شاء الله نبدأ معاكم في كل نشاط وحماس وحب، يعني ما أدري ليش متفائلة بحلقة اليوم زي كل يوم. طبعا مو شيء جديد، ولكن عندنا الكثير من المواضيع المهمة الشبابية اللي راح تفيدكم أكيد في حياتكم، وأيضا كل شيء ممكن تحتاجوه في حياتكم ومجالاتكم العلمية. خلونا نروح نشوف تقرير العناوين وارجع لكم على السريع. في ساعة شباب اليوم، اليوم الهندسي ورش عمل وتدريب وفرص وظيفية. وحين تقرر تغيير حياتك للأفضل، ابدأ من عقلك. عبد الإله العيسى، فقدان البصر لم يمنعه من التحليق نحو الفنون. وفي الأخبار، صيني يبتلع عود تنظيف أسنان ويصل إلى القلب. والعلماء يكتشفون أدوية جديدة من البي. كل هذا وأكثر في ساعة شباب. جميل جدا. طب خلونا نروح نشوف السوشيال ميديا ايش صاير فيها اليوم، والمقاطع الجميله فعلا اللي انتشرت مؤخرا عبر منصه تويتر تحديدا. اليوم اخترنا لكم تغريده نشرها حساب محمد قاسم على تويتر، وكتب: الوقت يمر بسرعة. وهذا كان أبسط تعليق لمقطع الفيديو اللي كان مرفق مع هذه التغريدة، اللي شرح هذا المعنى بطريقة فنية جدا جميلة. فنان رهيب قدر أنه يحول ملامح الرسمة منذ الطفولة إلى الكهولة، رح نشوفها مع بعض، يعني فقط بتغيير سريع في بعض التفاصيل. فعلا يعني أقل ما يقال عن هذا الرسام بأنه مبدع جدا، وكيف قدر يوصل برسمة بسيطة كل هذه المراحل العمرية اللي ممكن يمر فيها الإنسان وأيضا يعيشها الإنسان بنفس الوقت، منذ الطفولة إلى انشاب شعر الرأس. والله فنان ومبدع وما نقدر نقول غير كذا، وكان هذا أجمل تعليقه فعلا. كذا إذا قعدنا نستذكر لحظاتنا اليومية نكتشف أن الوقت قاعد يمر بسرعة، فحاولوا أنكم تتداركوا أموركم وتخلصوا أشغالكم، وأيضا تستغلوا هذا الوقت بشكل صحيح. إلى أيضا تغريدة أخرى اخترناها لكم من حساب حمزة الغامدي، هو حساب مهتم بتربية الببغاء، بس هذا المقطع اللي رح نشوفه مقطع غريب من نوعه، رح نشوف تفاعل الببغاء مع الأغنية. خلونا رح نشوف الفيديو وارجع لكم. مو لهذه الدرجة، يعني مو بس الشباب والبنات اللي تأثروا بأغاني الشيلات، حتى الببغاءات تأثرت وصارت ترقص على الشيلات. الله يستر، ما نعرف ايش نشوف في المستقبل القريب. إلى أيضا تغريدة ثالثة اخترناها لكم من حساب المعرف وداد على تويتر، حكت وداد قصة لطيفة جدا عن تعليم القيادة. خلينا نشوف التغريدة مع بعض وأقرأ لكم. هي تغريدة كانت بكل بساطة، يا ريت لو أشوفها: شريت سيارة وطلبت من أخوي يعلمني السواقة، فقال أول درس بعلمك هو ضبط النفس في حالة الغضب، ونزل وسكر الباب بقوة. قلت بشويش، قال هذا أول درس، أتمنى أنك فهمتي. والله صراحة يعني ما أعرف صراحة إيش أقول، ولكن هذه الدروس المهمة جدا. بعض المصورين هنا عندي في الاستوديو قاعدين يضحكوا، يقولوا هذول نحن إذا جينا نعلم أخواتنا السواقة أو الأم. دائما ترموا الباب في السيارة، ما تخافوا على باب السيارة، باب السيارة بقوة، ما تخافوا عليه. ومتى دافعين فلوس السيارات هذه؟ مو بفلوس؟ مو حرام؟ على البنات؟ ليش؟ البنات اللي ينزلوا من السيارة، أوكي، مو الشباب اللي ينزلوا من السيارة ويصقعوا الباب.
بقوة ولا كأن في أحد في الباب مسكين، ولا كأن في أحد تعبان على فلوس السيارة وشاقي ودافع دم قلبه على السيارة إلين وصلت بالنهاية. ولكن تعلموا، أتمنى أنكم تتعلموا هذا الدرس. أهم شيء مسك النفس عند حالة الغضب من الأهميات وأيضا الأولويات اللي فعلا لازم تتعلموها إذا كنتوا ناويين أنكم تسوقوا في الشوارع عندنا مع الزحمة الموجودة. أنا عن نفسي ما أقدر، عشان كذا بطلت أسوق أصلا ولا أفكر أن أسوق. ومن عالم السوشيال ميديا إلى عالم الأخبار، خلونا نشوف الجديد الأخبار والصاير حول العالم. أول خبر، فعلا فخورين بهذا الإنجاز، والفيلم السعودي الدنيا حفلة يحصد جائزة السن دانس 2019، وتوج الفيلم السعودي الدنيا حفلة بجائزة لجنة التحكيم للمخرج رائد السماري في مهرجان سندانس للأفلام المستقلة لعام 2019 بولاية يوتا الأمريكية. وكان المجلس السعودي للأفلام عرض الفيلم في إطار الاحتفاء به في سينما فوكس الرياض بحضور ما يزيد على 200 من صناع الأفلام. فعلا فخورين بهذا الإنجاز، يعني مو بس فرحانين بافتتاح صالات السينما عندنا بالسعودية، ولكن أخيرا بعرض أفلام سعودية في صالات السينما الموجودة عندنا. ومو أي فيلم، فيلم حاصل على جائزة سانديز 2019، يعني صراحة إنجاز جدا جميل، ونفتخر فعلا بهذا الإنجاز. إلى خبر آخر، صيني يبتلع عود الأسنان ورح نعرف إيش صار فيه. الغريب صراحة أنه هذا الرجل خضع لعملية جراحية غريبة من نوعها، وكثير كتبوا عنها أن هذه العملية غريبة من نوعها، بعد ما حس بحمى شديدة وارتفاع في درجة الحرارة بسبب ابتلاعه لعود تنظيف الأسنان عن طريق الخطأ. قال الأطباء أنهم عثروا على العود البالغ طوله 6 سنتيمترات في الأذين الأيمن من قلبه بعد سنوات من ابتلاعه. يعني هو ابتلعه ونسي الموضوع، ولا راح ولا شيك ولا راح راجع مستشفيات ولا راح عند دكاترة، نسي الموضوع تماما لأنه ابتلعه عن طريق الخطأ. بعد فترة جدا طويلة من ابتلاعه وتنظيف الأسنان اكتشف وصار عنده حرارة جدا عالية، فاضطر أنه يخضع لعملية جراحية، ولقى عود الأسنان في الأذين الأيمن يا جماعة من قلبه. يعني فعلا شيء جدا خطير وما يستهان فيه. انتبهوا على أطفالكم، وهذا اللي أقدر أقول عليه في هذا الخبر. إلى أيضا خبر للأطفال، معجون الأسنان وخصوصا للأطفال ضرر كبير، وهذا اللي أثبتته الدراسة الأمريكية، أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصف ممتلئة بمعجون الأسنان، على الرغم من أن الخبراء لا يوصون بأكثر من كمية بحجم حبة البازلاء، أنكم تحطوا لهم المعجون بكمية جدا قليلة. ليش طيب؟ لأنهم قالوا أن الاستخدام المكثف للفلورايد يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان، وخصوصا للأطفال تراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 6 سنوات. أيضا هذا تحذير جدا خطير، نتمنى من الأهالي أنهم ينتبهوا عليه. خبر أخير، خبر مفرح، خبر غريب من نوعه، العلماء يكتشفون أدوية جديدة في البيض. أكيد هو صراحة قالوا والله البيض، يعني ما يمزحوا. أثبت فريق من الباحثين البريطانيين أن الدجاج المعدل وراثيا يمكن أن ينتج في بيضة مواد فعالة جدا. هذه المواد تستخدم في الطب البشري مثل ما قالوا، تتألف من بروتينات تتكون في بياض البيض، ويمكن أيضا فصلها فيما يعد لاستخدامها كعقاقير طبية. من بينها مادة فعالة تستخدم ضد أشكال مختلفة من السرطان والوباء الكبدي. يعني صراحة سبحان الله ما نعرف إيش نقول، ولكن دراسات واكتشافات قاعدين نكتشفها ونسمع عنها يوم بعد يوم، ما نعرف وين الصح وين الغلط، ولكن دائما مثل ما أقول لكم مع الأيام راح نعرف. طبعا كانت هذه آخر أخبارنا لليوم، ولكن مواضيعنا ما زالت مستمرة، وتفاصيل أو فقدان
البصر لم يمنعه في التحليق نحو الفنون. الفنان عبد الإله راح يكون معانا بعد الفاصل. حبيبي تدري شو اللي فيه حياتي حيل تعبني حسك طير من يدي كذا فجأة بغمضة عين. حبيبي تدري شو اللي فيه حياتي حيل تعبني حسك طير من يدي كذا فجأة بغمضة عين. ما حد غيرك يبكيني ما حد غيرك يفرحني جميع الناس في قربي وناطر جيتك للحين. الله هتكمل ولا الأخير. نكمل؟ تنكمل؟ نكمل؟ اوكي نكمل؟ اوكي انا مستمتع ما ابغى اوقف عبد الإله. شكرا يعطيك العافية. فراقك آه يا فراق كسر قلبي وعذبني وانا نذر علي يبقى احبك لين يوم الدين. فراقك آه يا فراق كسر قلبي وعذبني وانا نذر علي يبقى احبك لين الله الله الله. يعني ما شاء الله اليوم مشرفنا ضيفنا الفنان الشاب عبد الإله العيسى فاقد البصر منذ ولادته، ولكنه كان ممتلئ بالطموح وعشق الفن منذ العشرينات الماضية، ودرس أيضا الإعلام والعلاقات العامة في جامعة الملك سعود، وعشق الغناء والعزف، ويشارك اليوم في مؤتمر الموهوبين من ذوي الإعاقة، فلازم يكون معانا ويشرفنا أكيد في استديو ساعة شباب منور عبد الإله اليوم. الله يسعدك أستاذ بنورك، الله يحفظك. بداية إذا قلنا عبد الإله عرفنا عن نفسك، إيش ممكن أتعرف؟ أنا إنسان عادي، يعني ممكن أبسط شيء عادي يعني بالنسبة لي يكون يسعدني كثير. حياتي ارتبطت بالموسيقى من البداية. أعشق الإعلام، أعشق الموسيقى بشكل عام. ممكن مشاركاتي في بعض الفرق التطوعية، في بعض الإيفنتات اللي تخدم ذوي الإعاقة، هذا تقريبا جل اهتماماتي وهذا تقريبا هذا أنا. بس الحلو عبد الإله، يعني متى أنت تعلمت أنك تعزف وقررت أنك تتجه للغناء والعزف؟ من أول ما شفت أنه أنا عندي إذن موسيقية بشهادة مهندسين كبار قالوا أنه أنت عندك إذن موسيقية ليش ما تبدأ؟ فأنا قلت أنه أنا راح أبدأ مشوار مرة طويل، أنه أتعلم مش آلة واحدة، أنا متعلم آلتين، الهدف أني أكون 4 5 6 7 على أساس أني أكون أحترف ذا المجال، وما أكون عبد الإله مثلا عازف الأورج، لا أنا أكون عبد الإله مصمم الموسيقى، مؤلف الموسيقى يعني. وقدوتي عمر خيرت، زياد الرحباني، لخ لخ، هذول ناس فنانين وأنا بإذن الله أمشي على خطاهم. تعزف الأورج وإيش كمان تعزف عبد الإله؟ أورج وجيتار على خفيف، يمكن تقريبا لي تقريبا الآن 9 شهور، تقريبا 8 شهور بادي فيه، وبإذن الله بعد الفلوت بإذن الله عز وجل بعدين أبدأ في آلة العود. يعني كنت بسألك متى العود، متى وقت العود يعني؟ لازم العود بعد سنتين تقريبا نجدولهم أنا، وحاط لكل آلة فترة زمنية معينة أني أتقن القواعد الأساسية بالنسبة لها. طب بما أنك عبد الإله بطلع عن النص شوي، تملك أذن موسيقية، سمعتني أغني أنا وأنت قبل بداية الحلقة، إيش رأيك بصوتي؟ لازم. عادي عادي جاوب بكل صراحة، ما راح أزعل منك. لازم صح؟ أي لازم، ما حزعل منك عادي، قول اللي بخاطرك. مرة مو كويس صراحة. مرة إيه؟ مرة مو كويس يعني. مرة مو كويس والله، التتيون ألف ما يمشي مرة مو يعني ما في أمل أغني كورال، ترى الكورال كويس والله. كورال هذا حدي ولا أفكر أغني. طب أنا كمان قلت كذا صراحة، ما أدري الناس كلها تجاملني يقولوا لي صوتك حلو، بس أنا يعني أخذتها منك بما أنك أنت يعني تملك أذن موسيقية جميلة وفنان يملك صوت جميل وأيضا عازف بنفس الوقت. ولكن كيف
تعلمت انك تعزف على الأورج، واتوقع يعني العزف على الأورج مو سهل. جينا الموضوع يعني فعلا مؤرق لكل كفيف بالذات يبغى يتعلم الموسيقى او يبدا في ذا المجال. للامانه غالبيه المدربين اللي هنا في المملكه العربيه السعوديه، ما اقول كلهم، اقول لاني سالت كثير، اذا شافوا انه اللي بيتعلم عندهم شخص كفيف يقولوا له احنا ما نقدر نعلمك لانه مش عارفين طريقه التعامل. يعني ما تقدر تلومهم لانه ما شافوا شيء زي كذا قبل ما تجيهم انت. لكن تعلمي انا كان عن طريق المواقع، عن طريق الممارسه. الممارسه كثير هي اللي فادتني، والخوض في مشاركات هذا الموضوع برضه فادني كثير من ناحيه التعلم. يعني الناس رفضت انها تعلمك واتجهت للمواقع انك تتعلم عن طريق المواقع، طب بعد ما تعلمت عن طريق المواقع هل رحت لهم مره ثانيه يعلموك انهم يساعدوك شوي في التعليم؟ المواقع ما تعلم كويس اكيد عبد الاله. إيه؟ فكيف يعني اتقنت ما شاء الله العزف؟ هو ان انت تتعلم المواقع هذا شيء كبدائي، انه كيف تسوي مثلا شيء كذا، كيف تعزف كذا، لكن انه يبقى عليك انه انت كيف تمارس. يعني احيانا انا اقعد على الاورج يوميا 5 ساعات 6 ساعات، يعني لمده يمكن تقريبا اشهر. يعني اذا ما عندي اي شغله اقعد على الاورج 6 ساعات 7 ساعات، على اساس انه ايش؟ يوميا عبد الاله ايه، على اساس انه اكتشف اشياء جديده هنا. انه ما اكون كل فتره اعزف شيء مقلد. انا اكره شيء اسمه التقليد في العزف، في كل حاجه. تعاليني بعد اسبوع، تعاليني بعد 3 اسابيع، تلقى العزف فيه غير، يختلف عن في تشيك مختلف. صح، اكيد مع الممارسه اليوميه لازم يكون في ابداع. طب ايش رايك تسمعنا صوتك وتغني لنا شيء يا عبد الاله؟ طيب ناخذ يلا. بس من الناس نسمع صوت الاورج؟ اغني معاك ولا بلاش؟ انت ضميرك. انا ضميرك. أفهم وين أروح، تخليني أعيش بعدك بلم وجروح، وإذا عني مشيت وإذا غيري لقيت، أنا وين أبقى يا روح الروح؟ يعني ترضى علي تترك يدينك يدي، تنسى من عايش عشان كان ميت ولا حي؟ يعني ترضى علي تترك يدينك يدي، تنسى من عايش عشانك كان ميت ولا حي؟ وإذا نويت تعشق تحفاني، أمانة لا تنساني، لاني احبك موت. واذا نويت تعشق تحفاني، امانة لا تنساني، لاني احبك موت. الله عبد الاله، انت اليوم ما شاء الله عليك ضمن الموهوبين الحاضرين في مؤتمر جمعية الإرادة، يا ريت تكلمنا عن مشاركتك. للأمانة جمعية الإرادة للأمانة ما لهم وقت طويل من بدو، لكنهم اشتغلوا شغل مرة جميل، سواء في تبني الموهوبين أو في احتوائهم أو في تطوير مواهبهم. مشاركتي كان فيها تجديد نوعا ما، أنه دمجنا بين أشياء كثيرة، مثلا أنه موهوبة ترسم برجولها وأنا قاعد أعزف بنفس الوقت، انه نحاول نضيف فقرات مره جديده على بالذات على المجتمع هنا السعودي. يعني ممكن برا الاشياء متكرره كثير، لكن احنا نحاول نضيف اشياء هنا جديده. مشاركتي كانت جدا جميله. برضو في مشاركه اللي معهم بكره باذن الله عز وجل، واتمنى ان ربي يكتب لها التوفيق باذن الله. امين يا رب. العكس، انت يعني ما شاء الله مبدع عبد الاله وتستاهل كل خير. ولكن هل ممكن نقول او ممكن نشوف اعمال فنيه قريبه لعبد الاله؟ باذن الله، وهذا الشيء انا شغال عليه الان. في سنجل جديد؟ اكيد باذن الله. حلو. تقدر تصرح عنه يكون حصري لساعة شباب ولا لسه؟ ما اقدر اقوله، لكن اللي اقوله انه حيكون شيء دمج بين لغات واشياء جميله، يعني ما راح يكون فقط باللغه العربيه.
الله، يعني مترقبين هذا العمل وحابين نشكرك عبد الإله على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب. شرفتنا ونورتنا ونتمنى لك كل التوفيق، وأكيد راح نختم هذه الفقرة بصوتك الجميل. ويلا نطلع فاصل مشاهدين، نرجع لكم بعد الفاصل. يلا نسمع عبد الإله. ناخذ عبد المجيد. الله عبد المجيد. الله ما كبر غلاك، ينبذ بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك، من يشبهك يا ودادي، انت بشر غير عادي، في كل جمال العجيب رهيب والله رهيب، انت بشر غير عادي، في كل جمال العجيب رهيب والله رهيب. بهدف تقديم بيئة جاذبة للطلاب وطالبات التخصص الهندسي وتوفير أيضا فرص التدريب وفرص العمل، أقامت كلية الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة فكرة اليوم الهندسي. الحدث انطلق يوم أمس، وتفاصيله راح تكون في هذا اللقاء مع الطلاب والمهندسين اللي مشرفينا اليوم، أحمد خالد طالب بكلية الهندسة، وأكيد عبد الإله الجهني منورين اليوم. رجعتوني لأيام الجامعة. بداية نقدر نقول أنه هو يوم تعريفي للمستجدين، يوم الهندسي أو يوم نقدر نقول تدريب، إيش فكرتكم في اليوم الهندسي أحمد؟ طيب في اليوم الهندسي احنا عندنا يعني الفكره في الاساس هو مو بس يوم توظيف. هو بدا هو هذه النسخه الثانيه عشر له. كل يعني كانت اخر ثلاث نسخ مختلفه شويه. دخلنا فيها جانب التعليم وغيرنا عليها الشعار، وبدينا شعار اللانهائيه. كان الشعار معناه اللانهائيه في التعليم، في التطوير، حتى في توفير وظائف. فاحنا كان معانا اكثر من 72 شركه السنه هذه. هو بس مو بس يعني معرض توظيف، يعني كان في اكثر من يعني اشياء، كان توظيف وتدريب وركشوب سبيتش وكومبيتيشن، كان مختلف في مسابقات بتقوم بين الطلاب وبين مختلف الزوار. حلو، عشان انتوا لخبطتوني من احمد ومن عبد الاله، سالتكم ثلاث مرات عبد الاله عبد الاله احمد. اوكي شكرا. طيب عاده مين اللي بيشارك في وضع البرامج اللي بتكون في هذا اليوم وفي اليوم الهندسي احمد؟ طيب انت سؤال عندك مره حلو. في حاجة مرة حلوة بتعملها الكلية. كل سنة بتختار تيم مبدئي قبل 6 شهور من الفعالية، بتعطيهم الفول ريسبونسبيلتي، المسؤولية الكاملة. يعني اليوم الشغل ده اللي بنشوفه هو 100% عمل طلاب وطالبات كلية الهندسة. حلو. سواء كان من ماركتينج، سواء كان من اختيار الديكوريشن للمكان، التواصل مع الشركات، استقطاب الشركات، عمل خطة تسويق، عمل خطة نشر، هذا العمل كله قام عليه. يعني الشكر بعد الله إذا كان حيتوجه لأحد فهو يتوجه للطلاب، طلاب الهندسه، طلاب وطالبات كليه الهندسه، طلاب وطالبات كليه الهندسه هم اللي بيعملوا اليوم هذا كله. البرنامج هذا كله بيقسموا، والله يعطيهم الف عافيه صراحه. طب كل سنه انت قلتوا انه هذا اليوم الهندسي ال 12 صحيح؟ كل سنه بتعملوا بتختاروا موضوع معين، هذا العام ايش كان العنوان لليوم الهندسي عبد الاله؟ طيب كان هو عن رياده الاعمال. الفكره كانت انه احنا بنوجه الطلاب مع اتجاه الرؤيه، كان اتجاه الرؤيه يدعم رياده الاعمال والمشاريع الصغيره والمتوسطه الكبيره. فكان بنوجه المهندسين ومختلف الزوار عن ايش تفاصيل رياده الاعمال، نعرفهم ايش رياده الاعمال، ايش ممكن يتصوروا منه، ويسمعوا من ناس خبراء، ويسمعوا من ناس يعني داخلين في مجال رياده الاعمال. والحلو كمان انكم ناقشتوا ايضا فرص تدريب وفرص عمل وظيفيه، يعني حمستوا اكثر الطلاب والطالبات انهم ما يحولوا من كليه الهندسه. يعني ترى حتلاقوا هنا فرص عمل اقوى واكبر في هذا القسم. خلينا نتكلم عن فرص العمل اليوم، ايش فرص العمل والفرص الوظيفيه اللي لقيتوها؟ يعني ما بنتكلم عن فرص عمل وفرص وظيفيه، نحن بنحاول نبين للطلاب انه سوق العمل قديش هو كبير. ليش بنعمل هذا الجهد كله؟ ليش بنتعب نفسنا؟ بنحاول نخلق بيئه جذابه لموضوع الهندسه، سواء كان اللي هو طلاب وطالبات الهندسه، سواء كان حتى طلاب وطالبات من كليات او تخصصات ثانيه. بنحاول نوضح لهم انه تخصص الهندسه حاجه جميله، حاجه بسيطه، مطبقه على ارض الواقع، تقدر تستفيد منها. بنجيب لهم ورك شوبس، بنجيب لهم ناس اوريدي وذ اكسبيرينس معاهم الخبره اللازمه. فهذه الاشياء كلها حتى بندخل الفن بارت عشان نوريهم انه الاشياء دي يعني اشياء جميله تقدر تطبقها انت في حياتك اليوميه وتقدر تخش فيها كتخصص عمل. شباب كم باقي لكم على التخرج؟
هذه السنة إن شاء الله. هذه السنة تخرج ما شاء الله يعني باش مهندسين. الله يسعدك. نقول لكم اليوم طب بالنسبة لورش العمل إيش بيكون المواضيع أو فيها مواضيع لورش العمل للطلاب والطالبات؟ ورش العمل دائما يعني هي تقسم على جوانب رئيسية اللي هي الجوانب الهندسية كان السكس سيجما واللين مانيفاكتشرنج وأشياء كثيرة. الجزء الثاني بيكون عن ريادة الأعمال بيدعم الثيم لكل سنة كان عن ريادة الأعمال بنعرف يعني نعطي تعريف عن ريادة الأعمال. ناس ناجحين في ريادة الأعمال ممثلوا بريادة الأعمال وبعض الدكاترة الناجحين برضو من الجامعة. إيش كان الفيدباك للناس اللي كانت موجودة في المعرض وشافت هذا اليوم وشافت معرض اليوم الهندسي اللي أقام في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة يوم أمس؟ فإيش كان تفاعل الناس ردود أفعال الناس على المعرض؟ إلى الآن إحنا شايفين حاجة مرة حلوة. إلى الآن حرفياً إحنا شايفين حاجة مرة حلوة. الناس بتستفيد يعني حتى نقدر نقول إنه الوركشوبس اللي منعملت من أمس إلى اليوم كلها فل ما في كان مقعد موجود يعني فاضي. فهذا كان يدل إنه الناس حابة الشيء هذا تلاقي الفرص هذه تستغلها يعني بتستغل وجودها فيها فبتأخذها. ما تحسوا أنه هذه بيئة مناسبة لاستقطاب رجال الأعمال واللي يمتلكوا شركات للمقاولات والهندسة لكم أنتم كطلاب؟ يعني ممكن يشوفوا شغلكم في هذه المعارض وأيضا يستقطبوكم وممكن يأخذوكم تشتغلوا عندهم وتلاقوا الوظائف وكذا يعني بكل سهولة. هو مختلف ما جاتكم عروض؟ مختلفة الشركات اللي تجينا يعني من حتى انترناشونال وشركات محلية وبتقدم عروض حتى على مختلف التخصصات اللي موجودة في كلية الهندسة. هذه يعني بتدعم الشباب وبتدعم نفسنا بالرأي. طب يلا جاتكم عروض وظائف ولا لسه؟ في ناس بيجوا يكلمون يعني ضامنين الوظائف نقول ولا لا لسه؟ هي نحن نتكلم كمعرض كامل يعني هي فرص توظيفية فرص تدريبية والبرنامج هذا قائم للطلاب يعني نحن بنشتغل عشان هم يكونوا موجودين. في نفس الوقت نحن قائمين على البرنامج هذا نحن برضو طلاب فبنلاقي لنا عروض بناخذ السي في وبنروح نقدم فيستسير معنا بعض الأحيان في كانت لأنه بيصير في نفس الحدث هذا في لقاءات عمل انترفيوز بتصير في نفس المؤتمر أو في نفس الحدث حق اليوم الهندسي وهو ذا اللي بقول لكم عليه يعني مثلا مخرجات هذا اليوم هل ممكن تتحول إلى الواقع؟ يعني ما نبغى كلام بس نبغى يعني فعال نبغى نشوف إلا يعني أكثر من 280 فرصة وظيفية تقدمت في المعرض هتقدم لسه ما زالت في اليومين الجاي يومين النساء هتقدم هو اليومين الأول كانت للرجال يعني تقدمت الفرص وما زالت الفرص لسه متاحة للناس هتكون موجودة باقي يومين لبكرة وبعد بإذن الله هتكون للنساء إذا راحوا حيلاقوا هي معرض التوظيف وكمان حيصير في بعضهم ينقلوهم اللي هو مقر الانترفيوز بيعمل انترفيو مع مباشر معه حتى مو بس إذا أنت رحت مو بس أنت مشترط تدور وظيفة فقط حتى وأنت تسقل مهاراتك في عندنا الموك انترفيو كيف بتسوي الانترفيو تجهز نفسك السي في كلينيك كيف بتجهز السي في حقك في استشاريين من شركات كبرى ناس خبراء فنحن بنحاول نوفر هذه البيئة عشان انت حتى تكون بريبيرد حتى للسنة الجاية اللي بعدها لسوق العمل جاهز على طول انك تدخل سوق العمل. انتوا ذكرتوا النساء انه في بكره وبعده حيكون يومين للنساء مين افضل في هذا التخصص برايكم شباب؟ يعني شايفه ابتسامه وضحكه لا حقيقه يعني بكل صراحه مين افضل في هذا التخصص؟ تشوفوا البنات افضل في هذا التخصص ولا الشباب؟ يعني ما اقدر اقول لا بنات ولا شباب الصراحه ايوه بس اللي يثبت نفسه يكون افضل كلهم بجهده يعني احنا بيئه العمل يعني حتى بيئه نفس الايفنت تساعدنا ان احنا نثبت نفسنا سواء كان شباب او بنات بيثبتوا نفسهم من الشركات فالشركات حتى بتستقطب الناس اللي بيشتغلوا واللي بيكونوا موجودين في حتى الزوار. طب ليه الناس تكون دائما متخوفه من هذا التخصص؟ يعني غير الامهات والاباء، امهاتنا وابائنا اذا جينا نتخرج اتوقع انكم مجبورين على التخصص ما جو قال لكم اختاروا يا هندسه يا طب؟ في عندنا فكره كذا ببالنا انه الهندسه ممكن اللي هي العماره بس وهذه فكره غلط، الهندسه بحر مره كبير، مره ممتع، في له برمجه، في له ارت، في له رسم، في له فن، في له اضواء، في له انواع، في له هذه كلها غير الصناعية، في له اداره، فالهندسه مره بحرها كبير وموجود وممكن انت اليوم لو شفته كذا في سوق العمل حتلاقوا ممكن الناس الكبار فيه مهندسين، يعني مو تحديد المهندسين بس في مهندسين يعني والهندسه بيركزوا كيف يخليك انت جاهز تحل مشاكلك حتى بيعطوك ماده او سنه كامله بيعلموك الشيء ده انت كيف مستعد تواجه الحياه وتحل مشاكلك واو يا الهندسه يعني لازم تاخذ لك تجربه اقل فيها عشان كذا احنا ندعوكم اليوم الهندسي عشان اقل شيء انتم تعرفوا ايش يعني هندسه هندسه هذه بسيطه ممتعه لازم تاخذ التجربه لا بس حقيقه ابغى اعرف ليش الناس تكون متخوفه خصوصا البنات والشباب انه لا هندسه صعب
5 سنين حنقعد نتعب ونشتغل وخلاص حننسى حياتنا زي الطب، زيها زي الطب بالنهاية، فرقت سنة يعني بينهم. وكمان يعني نتكلم الطب بدون تخصص، يعني طب عام إذا تكلمنا. فبرضو يعتبر تخصص جدا صعب للبنات والشباب، ما بيتعبوا نفسهم في الجامعات يعني نكون صريحين، أو اللي تكون معدلاتهم ضعيفة. فإيش ممكن نقول لهم اليوم ننصحهم بهذا التخصص؟ كيف نشيل الخوف منهم؟ طيب أنا أشوف إنه على قدر التعب في بداية حياتك هيمديك تنجح في النهاية، على قد ما أنت تنبسط في النهاية وقد ما أنت تفرح يعني حتى مستقبلا أنت يمديك تكون بيتك وتكون جاهز بهذا الشيء. يعني هو الهندسة هذه، يعني الهندسة والطب هتعب في بداية حياتك لكن هتنبسط إن شاء الله في النهاية، من ناحية يعني وضعك هيكون مالي، أشياء كثيرة تدعمها الهندسة. يعني أنتوا تحمسوهم من ناحية الوضع المالي أو الرواتب، إنه الهندسة تدخل فلوس بالنهاية؟ مو بس أحمد مو بس ما يتفق. أيوة مو أحمد بس. ليش ما تتفق أحمد؟ لأنه تخصص ممتع، يعني ممكن كانت في فكرة عنده إنه تخصص صعب، لكن حقيقة والله أنا إحنا شايفينه تخصص مرة ممتع. يعني أنا لما دخلت الكلية كنت بدون خبرة، اليوم أنا أعرف أصمم 3D، اليوم أنا أعرف أبرمج، اليوم أنا أعرف أتكلم وأخاطب شركات بطريقة ما. هذه كل الهندسة في 5 سنين دي سوتها فيها، فمرة تخصص ممتع، يعني ما يشملك بس يعني حاجة اللي هي علمية، حتى يعني كيف بتتعامل، كيف بتكتب، كيف بتتصرف، يعني هو يغير طريقة تفكيرك في الحياة، طريقة تعاملك مع أبسط الأشياء اللي ممكن تشوفها حتى لو في بيتك مع أصحابك مع أي مكان. يعني الهندسة بتعلمك أهم شيء عندنا هو اللي هو كيف تحل مشاكلك. فبالهندسة إحنا يعني الحمد لله طريقة التفكير مرة اختلفت عن يعني عن قبل 4 سنين أو 5 سنين، هذه يعني ادتنا كده مره ميزه الحمد لله. حتى يعني نقدر نقول في الحدث حق اليوم الهندسي هذا ما مسكونا الكليه المسؤوليه هذه، اللي هم واثقين فينا انه مرت 5 سنين، فهم شايفينه يعني شايفينه مستعدين وقادرين. صحيح. الديكور اللي انعمل، طريقه التواصل اللي انعملت في السوشيال ميديا، الاشياء هذه اللي انعملت كلها، هذا معناته هم واثقين في التعليم اللي اعطونا اياه، فقدرنا نسوي هذا الحدث حق اليوم. حلو. طب خلينا نتكلم عن مشاريع تخرجكم، خلصتوها ولا لسه؟ برد بعيدة. لسه. بتتخرجوا هذه السنة يعني هذا الترم. أيوه. ولسه ما خلصتوا مشاريع تخرجكم؟ لسه هتخلص إن شاء الله. لا الحمد لله خلاص، مشروع تخرجنا هو عبارة عن AC system اللي هو تبريد في الميكانيكال. الحمد لله أنا أريد خلاص خلصته، باقي أناقشه إن شاء الله بعد ما أخلص اليوم الهندسي والحمد لله. طب حلو، إيش كان إيش بتحل قضية ومشكلة بيواجهوها الناس فحاولت إنك تحلها في مشروع تخرجك؟ إيه نحن ما أيوة أحد. إيش المشكلة؟ كانت المشكلة اللي هي إنه في كوس عالي في موضوع تبريد التكييف. صحيح، كهرباء، فواتير كهرباء. مرة. يس. ففي طريقة ما إنه اسمه indirect evaporative cooler، إنه نحن بنعمل بنخفض اللو كوست هذه الإلكتريسيتي هذا كوست، وبنزيد كفاءة التكييف. كيف؟ هي حاجة مطبقة، يعني في شركتين بتعملها، شركة في دبي وشركة في أمريكا. حلو. الدكتور بيتواصل معهم بيعطونا إياها، فنحن قاعدين نحاول نسوي نفس الشيء دحين. حلو، تتوقع أن هذا الشيء ممكن يصير عندنا؟ هذا الحلو في الهندسة والله. أيوة. إيش الحلو في الهندسة؟ إنه الدكاترة بيفهمون إنه الأشياء اللي بتصير برا ما هي مستحيلة، هي أجزاء بارت تجمعت ودراسات عملت باينة عندك بأرقام، تصيب تغلط في النهاية راح تزبط معك، يعني ما في شيء مستحيل. هذا اللي خرجنا فيه في الهندسة، إنه المنتاليتي إنه ما تصير أو إنه هي عندهم ما هي عندنا، لا الكلام هذا مو موجود. الشيء ده إذا صار في الهندسة كل شيء ممكن يصير، كل شيء موجود، فاكتس أرقام فحتصير بإذن الله. حلو عبد الإله، إيش وضع مشروع تخرجك؟ هذا رسمك اليوم دكتورك في الجامعة شافك على طول رسوم عيد السنة. لا مشروع تخرجي يخص الشركات، يعني الشركات اللي تملك مخازن بشكل إن أنا أقدر قد ما أقدر أوسع يعني المخزن بطريقة إن أنا أقدر أستهلك الكمية الموجودة في طوال الوقت بقل. يعني هو شوية في الهندسة عندنا أنت تفكر بالفلوس واضح من البداية تفكيرك مادي. حلو. هو إنه الفكرة يعني المخازن لما تقعد فيها الأشياء بتكلف عليها، فالفكرة عندنا كانت مشروع التخرج إن أسرع الخروج والدخول بكذا إن أنا أقلل علي البضايع والأشياء اللي تدخل المخازن. تفكيرك الولد هنا بحل مشاكل، وأحمد بيشوف مشاكل الشركات للشركات اللي تعاني من ضيق في المكان أو قلة وقت وجهد كبير في نفس الوقت، فأنتوا بتسرعوا لهم. أيوة، المهمات هذه البضاعة لما تقعد في مستودع كثير بتكلفني أكثر. يعني هي بتكلف زيادة على العمر، لأنه قد ينتهي مثلا بعض الأدوية مثلا ممكن تنتهي حق سير إكسباير، وأنا ما قدرت أخرجها وأستهلكها، فهذه الفكرة يعني هي من المشروع. طب يلا، بما أننا أيضا طلاب وطالبات الثانوية العامة راح يتخرجوا أيضا هذا الترم، ونبغى نقول لهم كلكم تعالوا
لتخصص الهندسة طبعا إذا كنتوا تحبوه، فراح تسمعوا من أحمد وعبد الإله نصائح أخيرة تخليكم تدخلوا لهذا القسم إذا كنتوا متخوفين. فأحمد إيش تقول لهم؟ نحن نقدر نقول لهم إنه التخصص جدا لطيف وسهل، وحتى لو تبي تشوفوا بعيونكم بالنسبة للبنات بكرة عندكم فرصة تجي تشوفوا، حيكون في أشياء كثيرة من ورش عمل، حيكون في دورات، حتكون في ألعاب تشوفوها اللي عملوها برضو مهندسين. فأنا أقول لكم تعالوا بكرة وجربوا، والتخصص مو صعب، جدا سهل وجدا ممتع، حتخرج منه مبسوط. حلو عبد الإله. طيب انا اقول لكم يعني تعالوا، بالنسبه للبنات الاولاد كان راحت عليهم براحت يومهم ثلاث. طب ما بلد. في يعني يقدروا كمان يشوفوه من خلال تويتر انستغرام يشوفوا اللي راح عليهم؟ أيوه. أيوه. يقدروا يتابعونا، يعني احنا عندنا حسابنا في تويتر والانستغرام اللي هو KAU Inch Day، يقدروا يتابعونا عليه، حيشوفوا كل المحتوى موجود بتوقيتها بمواعيدها بايش هو. بالنسبه اللي عندنا للبنات اللي لسه محتارين، فانا انصحهم بكره يجي اليوم الهندسي ويشوفوا في عرض اسمه جولدبرغ ماشين. ايش هذا؟ هو سلسله من سيكونس، يعني بس حركه واحده تحرك لك اشياء ثانيه كثيره. هذه هندسه، هذه كلها من طلاب من طالبات الهندسه. عرفتي الكاسه تضرب تضرب حاجه اشياء كثيره يعني حقيقه هذه سحر من طالبات الهندسه، فراح تشوفوها بكره ان شاء الله. بس انصح. واو والله تحمست اروح، حمستوني انا متخرجه اني اروح، فما بالكم لسه للطلاب والطالبات. شباب نتمنى لكم كل التوفيق ونقول لكم الف مبروك مقدما على التخرج، وان شاء الله عقبال ما اهاليكم يفرحوا بيكم متوظفين ومتزوجين وبعيالكم ان شاء الله. لسه بدري صح؟ باقي شوية تتخرجوا وبعدين تشتغلوا إن شاء الله. خلينا نتخرج حلو، نتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة. فاصل حلو، أنا ختمت من بدري شكرا، نطلع فاصل ونرجع لكم. طيب جميل جدا، حياكم من جديد مشاهدينا، نبدا كنا حلقه جديده، موضوع جدا جميل في نفس الوقت. متى قررتوا انكم تغيروا حياتكم للافضل؟ يعني ما في انسان يقرر فجاه انه يغير حياته للافضل، يقول يلا 1 2 3 انا تغيرت. التغيير مو بس بالشكل الخارجي، التغيير يبدا من الداخل، من العقل والادراك الى وقت التنفيذ. طبعا الخطوات اللي راح تكون بالنص حنتعرف عليها مع مستشار التطوير الشخصي طراد باسنبل، منورنا اليوم. اسمحي لي؟ اكيد طبعا. اللي يعرف ايش ما قبل الفقره والفقره يعرف انه هذه انسانه فنانه. شكرا. والله ما شاء الله عليك. شكرا تراد. بداية متى اخر مره قررت فيها تتغير؟ امس. اكيد في 2019. امس. امس؟ امس سمعت معلومه. ليش بنحبط؟ عشان احنا جالسين يعني سلمنا نفسنا للناس، جالسين نسيب كل حياتنا للناس عشان لمياء لا تزعلوا، عشان فلان لا يزعلوا، عشان فلان لا تزعلوا، عشان هذه امي وهذا اختي وهذا اخوي وهذا مدري مين. نسينا نفسنا في نص الموضوع هذا، نسيت انت مين، ايش اللي تبي تتغير؟ والله امشي ونسوي شيء تغيير جديد، تعال نطلع، والله يلا لازم اطلع مع الناس. طب مع الناس هل هذا انت؟ هل هذا الشيء اللي انت نفسك تكونه بعد 10 سنين؟ لو بدأت في ذا الخط، لو بدأت في ذي المناسبة، لو بدأت في ذا الطريق. السؤال المرة عجبني اليوم، وقبل ما أجي سمعت سؤال لوحدة بتتكلم عن المتأخرين للعمل، أنه ترى لا يغرك أنه عندك تأخير في العمل وعادة تأخير، لكن هذا ما يمنع أنك إنسان ممكن تكون فنان وتنطلق. قالت السؤال اللي ممكن تسأله نفسك دائما بعد 10 سنين، حندم لو ما أخذت هذه الخطوة ولا لا؟ بعد 10 سنين هل هذه حتنفع توصلني للشيء اللي أنا نفسي أكونه؟ روح خذ الخطوة بناء على الجواب. حلو. طب ليش فكرة التغيير تتكون بالعادة عند الإنسان؟ ليش كل يوم نصحى من النوم نقول نبغى نتغير؟ ليه ما احنا راضيين، ما احنا قنوعين بحياتنا بشخصياتنا بصفاتنا؟ ليش جميل. ما نتقبلها؟ ليش دائما نحاول نغير من أنفسنا عشان الناس؟ مو لازم يكون، شوفي هذه عشان الناس هي اللي تخلي الواحد يقوم يبغى يتغير، بس مو عارف من فين يبدأ ايش يعمل. في حياتنا كلها ان شاء الله الجانب العملي العاطفي العائلي الصحي، في كل الأشياء دي عندك 3 حالات، يا إما أنك حاسة نفسك مسجونة، يا حاسة نفسك مرتاحة، يا حاسة نفسك متحمسة. الشيء اللي تقومي متحمست له هذا الشيء ما تبي تغيريه، لأنه ده اللي قومك من النوم. أنا قايمة اليوم عندي في الحلقة 1 2 3، بس ممكن في البداية كنت متحمسة، الآن وصلتي إلى صار مرتاحة، ماني مضغوطة أو حاسة نفسي مكبلة لكن مرتاحة. إيش لازم أضيف للبرنامج؟ إيش لازم نسوي شيء جديد يشعل لي الحماس؟ إيش خطوتي القادمة؟ يعني اوكي انا مبسوطه وكل شيء والموضوع تمام وبرنامجي، ايش الجديد اللي لازم اعمله عشان اقوم من النوم انا جاي برنامج؟
أنا رايح الدوام، أنا رايح النادي، أنا رايح أقابل أهلي، أنا متحمس. ترد مو لازم التغيير يكون في الحياة العملية، نحن نتكلم عن تغيير من الداخل، تغيير الإنسان يعني في نفسه، في طباعه، في أخلاقه، في تصرفاته، فهنا كيف ممكن يكون؟ هذه نقطة يعني بناء على دراسات اكتشفوا أنه السبب رقم واحد إني ما عرفت أحط حدود، زي ما قلتي إنه أنا جالس أرضي الناس وعشان أسوي الأشياء عشان أتغير عشان الناس. اللي ما يعرف يحط حدود واللي ما يعرف يحافظ على هذه الحدود هو الإنسان اللي جالس يخسر نفسه، لأنه يلا يلا طب فين وقتك؟ أنا كان نفسي عارفة كم نسبة الناس اللي يدخلوا نوادي في بداية 2019؟ علق لك صبري تعليق. لا أتذكرت صح. أوكي كم شخص نسبة الأشخاص اللي يدخلوا في النوادي في بداية السنة 90% منهم ما يكمل الشهر الأول، صح؟ يتحمس ويقول وبيعمل وفي النهاية ما ياخذ خطوة. انت اول واحد يقول كلنا مو الواحد، كلنا مع بداية سنة جديدة نحط لستة تراد نقول نبي نعمل، نبي نسوي، نبي نصير صحيين، ونبي نصير متفائلين، ونبي نصير ايجابيين، نحط هذه اللستة. أوكي. ويمكن اغلب الناس كذا، انا ما حقول الكل ولكن الاغلب يصحوا ثاني يوم ما سووا هذا الشيء او ما استمروا مثلا على هذا الشيء. نقطة جدا هامة اللي قلتيها الاستمرارية. اول حاجة عشان اقدر استمر في حاجة لازم اكون عارف اني حخصص لها وقت. قبل ما اخصص لها وقت فين بيروح وقتي؟ والله اهلي قالوا لي لا تروحي، طب اليوم النادي بلاش. طب لما ابغى يعني هي على المسألة ترجع لمرة ثانية للحرية الشخصية. الحرية الشخصية عبارة عن ثلاثة اشياء. انا ايش ابغى اكون؟ يعني لازم اتعامل انه اعرف اعبر يا جماعه انا ابغى اصير مذيعه، انا ابغى اصير مدرب، انا ابغى اصير كاميرامان، ابغى ايش الشيء اللي انت تبغى تكونه مو اللي ما تبغى تكون، مو عشان الناس، يستاهلوا الشباب. طيب النقطه الثانيه اني فعلا ابدا امارس الشيء ده. طب عشان امارس ابغى وقت. كل الناس يقول لك ما في وقت، عندك 24 ساعه، افتحي جوالك ادخلي على السيتنج وادخلي على سكرين تايم، شوفي كم ساعه بيروح من يومك على الجوال. فينا انا انصدمت انه كانت 7 ساعات بعدين صارت 5 ساعات، بدات اقلل. لانه 7 ساعات عمر بيروح، 7 ساعات يعني اقدر اتدرب واقدر اصلي واقدر اقرا واقدر كل اللي نفسي فيه ممكن اعمله. فلا حد يقول ما في وقت، انت جالس تسيب وقتك. اللي يسلم نفسه للعشوائيه يضيع مجده. الوقت ده لو عرفت تستثمره في الاشياء اللي نفسك فيها وتبي تروحي وتبغي تبغي نبغى 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 بس نصحى ثاني يوم نوقف. ليش نوقف؟ لانه ما عرفنا نحط هذه الثلاثيه، ما عرفنا نقول ما كان في تنظيم. هذه جزء بس اللي اقوى من التنظيم لما الناس يسرقوكي لمياء. يعني لما اجي انا اقول لك لمياء لا بليز انا ما بدك تعالي ابغاك في الوقت الفلاني، انا عزمتك على العشاء ولا اطلع معي السوق ولا روح معي، وانت تخافي من ايش؟ لا يقولوا متكبره لازم اروح، لا يقولوا مدري ايش لازم اروح. جالسين نرضي الناس على حساب انفسنا، وجالسين نتغير عشان نرضي الناس انه لا يزعلوا مننا، لا يغيروا رايهم فينا، لا يتضايقوا مننا. طب في النهايه انا بلاقي نفسي بانكبت واتضايق يعني اكبت في نفسي الين ما انفجر عليهم فجاه. انت تغيرتي لمياء مو انت. حسيت الموضوع لامسك بزياده لمياء في موقف جاي على الجرح. والله جاي على الجرح، بس خلينا نوعي المشاهدين اكثر. تكلمت عن الخطوات اللي تصير من وقت ما ينوي الانسان او ينوي الشخص انه يبغى يتغير الى وقت التنفيذ، يا ريت تبسط لهم الموضوع اكثر تراد، وتقول لهم كيف تتم الخطوات. اول حاجه اللي عشان اعرف انا ايش ابغى، انا ايش الشيء اللي ابغى اوصل له، لانه في ناس تسألوا ايش تبغى؟ ما يعرف. ايش المهارات اللي لازم خلال 2019 تتعلمها؟ مو عارف. فاول حاجه انت مين؟ في حاجه اسمها ساين، SIGN، اسم من سكسس. انت في ايش كويس؟ في ايش الشيء اللي يقول لك لمياء انت فنانه في الحوار في الكلام؟ فلان انت فنان في ايش؟ في ايش قالوا لك ناجح؟ انت في ايش شايف نفسك ناجح؟ هذه واحد. اثنين، هذا الشيء اللي انت ناجح فيه بفطرتك احسن من اللي متعلمين. انت درستي اعلام؟ درستي موضوع حوار ونقاشات مع الناس؟ يمكن لا، لكن بتبدع فيه أكثر من ناس درسته. الحاجة الثالثة اللي هي growth، بدأتي بطريقة والآن كل مالك تطوري نفسك، بدأتي تطلعي فطورتي نفسك. الحاجة الأخيرة need، يعني بعد ما أخلص الشيء ده أحس نفسي أشبعت احتياج، المرة الوقت وأنا ماني حاسة ومبسوطة بعد ما خلصت. إذا اجتمعت الأشياء هذه اللي أنت فيها في شيء معين، هو ممكن يكون رياضة، ممكن يكون رقص، ممكن يكون قراءة، ممكن يكون تدريب أو أي موهبة، أي حاجة في الحياة، إذا اكتشفت الرباعية هذه نجاح، فطرة، نمو، احتياج، اتجمعت في شيء واحد، هذا أنت، هذا مستقبلك. أبوي يقول لي أنت شاطر روح طب، أمي تقول لي روح هندسة، أنت إيش تبغى؟ إذا عرفت خلاص الرباعية هذه تعال ناخذ 3 خطوات. أول شيء تكلم،
يعني روح قول أنا أبغى أكون كذا، هذا واحد. اثنين، ابدأ أشتغل على الموضوع، كون على طبيعتك. والله هم قالوا لي سمعت منك كلمة قبل الفاصل، مو أنا، أما حقدر أكون أنا، لازم أكون أنا. أنا عش... أنا بالضبط. ليش؟ لما أجبر على أني أسوي حاجة أنا ماني مرتاح فيها، بأطلع متضايق مكتوم، هرمونات توتر ترتفع، أمرض حقيقة، حتتعب بعدين. قول بعدين نفذ، ابدأ أشتغل على الموضوع ده. حلو. آخر حاجة، النقطة الثالثة والأهم، حدد لها حاجة يسموها بلوك تايم. أسرقوا وقتي صحباتي، قالوا لي إيش الوقت أصلاً؟ هل حددتي يا جماعة؟ أنا من الساعة 9 لساعة 12 لا أحد يكلمني، عندي شغل أبغى أجلس أشتغل على الموضوع الفلاني. يجي اتصالات، يجي مدري مين، المسج ده حق can I call you later، I can't call you, talk to you now، ما أقدر أكلمك الآن، أكلمك بعدين، انتهينا خلاص. الناس لازم تحترم إنه هذا وقتي. طيب طراد، ليش في ناس تشوف إنه التغيير جدا سهل، في المقابل ناس تشوف إنه التغيير جدا صعب وما تقدر تبدأ بالتغيير؟ فإيش نقول لهم اليوم؟ نقول لهم إنه الموضوع حق التغيير يحتاج شجاعة. الله. إنك تروح تقول أنا حتغير من اليوم، جدولي الجديد حيكون 1 2 3، يا أولادي يا مرتي يا أمي وأبويا، يا حعطيكم وقتكم، بس دا وقتي. هذه الشجاعة يحتاج لها تواصل صريح. لمياء، أنا الكلمة هذه تضايقني، لو سمحتي الله يسعدك لا تقولي لي هي، بحس أنه أنا ماني على طبيعتي، ماني أنا وأنا معاكي، فأبغى أكون على طبيعتي معاكي، لا تقولي لي هي. ثانية، أول شيء شجاعة، ثاني شيء تواصل صريح، ثالث شيء والأهم استمرارية. مو أقول لهم أنا الوقت هذا اللي أبغى أسويه وأبغى أعمله، بعدين ثاني يوم يلاقوني بطلت واستسلمت. صح، هم بدأ يضحكوا عليك بالنهاية. صحيح، بالضبط. شكرا لك تراد باسم، استشارة تطوير الشخصي، موضوع جدا جميل، والأهم أنه المشاهدين يستوعبوا، يبدأوا يغيروا من اليوم، مش عندكم بكرة، ابدأوا صححوا حياتكم وخلوا حياتكم وطريقكم نحو الأفضل دائما. مشاهدين، وصلنا لختام الحلقة اليوم، نشوفكم بكرة في حلقة جديدة. كنت معاكم أنا لمياء غالي، بقول لكم في أمان الله، مستعجل.